جوج ماريا كلب كليتي تتا هناك جينا السبيطار كان عندنا واحد السيد واحد طفل صغير من العائله في عمره 4 سنين جبناه هنايا للسبيطار جينا كنتفاجئوا ما كاين لا اطباء لا والو كنمشيو للبلوك كيصيفطونا البلوك 34 بلوك 34 سير لارجونس لارجونس سير عاوتاني البلوك سير الانعاش رجع من هنا رجع من هنا من الربعه ديال العشيه وحنا الدري راه في حاله خطيره يعني النص ديال الراس ديالو راه ماشي باقي لحد الان راه باقي لحد الان ما دارش لوبيراسيون قالوا لنا جيبوا التحاليل مشينا جبنا لهم التحاليل باقي لحد الان ما دارش لوبيراسيون دابا راه من الربعه دابا راه العشره دابا تقريبا يعني شوف شحال من ساعه جا كتفاجئوا بالسيكيريتي كيجي كيمنعنا من الدخول جينا كندويو معاه بدا كيعنف فينا حيد لي التليفون عطيني لاكارت ناسيونال ديالك جابوا واحد اخر جايب الكلب وجاي كيهددني باغي يحرش عليا الكلب صافي حبسونا هنايا جا حرشوا علينا الكلب عيطنا للبوليس راه جاو البوليس عندي معاهم اجراءات قانونيه ليش ناخذ لقطه؟